السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا فيديو تجربة للخطوط الروسية الاير فلوت. طبعا ليش المرة قلت هيجي ومرة حتى صارت عندي مشكلة، راح اخليكم الرابط موجود بالوصف او راح اطلع لكم بطاقة فوق من صارت بالاس 7 وسويت لها تجربة. اما هسه من رجعت لموسكو صورت مطار شرميتوفا من رجعت يعني، وصورت لكم هي طيران الاير فلوت اللي هو المصنف كافضل طيران بالتزامه بالمواعيد بالعالم. اختاريت الطيارة، طبعا هي حسب نوع الطيران، اختاريت الطيارة اللي يصير مالت المقعد 32. طبعا راح اتكلم هم مثل كل مرة على الايجابيات والسلبيات، وبعدين راح اخليكم تشوفون الطيران بنفسكم طيارة من الداخل وهاي الشغلات. راح اتكلم هم على الاكل. بالنسبة للايجابيات، اول شيء الايجابيات سعر الطيارة كان شوية اغلى من الباقين بس مو كلش غالي، حوالي 44 دولار بدون الوزن. الوزن تقدر تصعد وياك 10 كيلوات، اي 10 كيلوات هاند باك مجاني، وبذا شحن لازم تشتري شحن 23 كيلو تقدر مسموح بالشحن، والبزنس كلاس 32 كيلو. ف يعني 23 كيلو تشتري لا بأس به كوزن داخلي، كانت مع الوزن صارت حوالي 85 دولار صارت هي والوزن، او 80 دولار هيك، لانه وقتها كانت شوية غالية يعني ما 44، لان وقتها حجزنا كانت 50 51 كانت دولار، ويا وصاوي الوزن وهاي صارت حوالي يعني بال80 هيك بهاي الحدود، يعني بالروبل هي تصير بس تقريبا 80 دولار ويا الوزن. مدينة كراسنودار ساعتين تقريبا طريق كان. هذا بالنسبة للوزن. أما بالنسبة للطيارة والراحة داخل الطيارة، طبعا أنا راح تشوفون هسه بالفيديو إنه المقاعد أخف من الأس 7 اللي الطيارة صعدت بيها، بس إنه أكبر وشوية مريح أكثر. شلون ما أعرف، طبعا هذا اللي وراك سفنج هنا هذا يحط لك إياه مخدات وهاي السوالف زين. بالطيارة جم يوزعوا ماسكات للملابس ونطوا ماسك. بديش الطيارة مجرد إنه مال الأس 7 نطوا إنه هذا اللي كنس المرطب. بهاي الطيارة يعني من جينا صعدنا وهاي الشغلات، طبعا كل راح تشوفون هسه ورا هذا الفيديو راح تشوفون باقي الفيديوهات هي كل شيء عن الطياره. والله قعدنا مهما ما تاخرت ابد، يعني مثل ما معروف عنها انه هي الطياره نهائيا او شبه انه نادر كلش انه تتاخر عن الموعد او يصير بيها مشكله. فصعدنا بالطياره جابونا الاكل. الاكل كان طبعا بالاس 7 كان لايت مكتوب، بس مجرد شلون كان ماي وواحد يدير لك يعني مي او شربة تريد ونستريح بس. اما هنا لا، يعني نطوا كم شغلة بس من ضمنها لفة. اللفة طبعا شنو كان بيها؟ الخنزير شو اسمه عفوا خنزير ودجاج. فاني شفتها اللي بيها قبل ما افتحها، قلت لها صح صحت الماضي، قلت لها هذا خنزير، كان يقول لي قلت لها ماكو غيره، كان يقول لا هذا ما عندنا غيره، بس ها قلت لها ما اقدر اخذي وياك، قالت احنا اعتذر هاي اخذته. فهذا السلبيه موجوده بالاكل انه ماكو بس نوع واحد وبي خنزير، فليش المفروض الطيران ما يصير بي خنزير الاكل يعني اذا انت طلبته. او بعدين مشروبات اكو هواي كل شويه يعني تقدر تطلب يجيبوا لك عصير بيبسي حسب ماي شلون تريد انت، موجود كل شيء. والله الطريق كان زين. هاي الطياره بيها يو اس بي مال الشحن، وبيها هذا الكيبل حتى بلاك الثلاثي موجود بيها، يعني تقدر تشحن حتى لو تقدر تشحنها بيها. هاي الايجابيه. السلبيه ما كان بيها شاشات الطياره، مع ان كان مكتوب احتمال مو كل الطيارات تكون بيها شاشات حسب نوع الطياره، ما كان بيها شاشات. طارت الطيارة قلت مريحة، نزلت طبعا الجنطة مالتي من قدام صار بيها كسر. ليش؟ مو طبعا جنطة ما بيها الا جنطتي صار بيها كسر. طبعا رحت نزلت بالطيارة، رحت على قلت لهم انه هاي، فقدم اخذوا تفاصيل، اخذوا قال لي سعر الجنطة ايش قصر لك من اشتريتها وهاي السوالف، انت وين ساكن تبقى هنا. فاعطيتهم التفاصيل، والله قالوا خلال 30 يوم. اعطوني ورقة بها الموقع الرسمي مالتهم وهاي، قالت هم كلهم راسلهم تنزلهم الصورة، يعني كسر بسيط من قدام مال البراغي طالعه ما اعرف شنو المشكله، طار شاريه قويه وما ادري شلون ما ادري اللي هي. المهم قلت لهم انه سعرها 3600 روبل تقريبا 50 دولار الجنطه، يعني جنطه كبيره يعني كان بها شحنتها. فاخذوا تفاصيل وهاي، فيعني يا اما يجيبوا لي جنطه جديده يا اما ينطوني فلوس الجنطه.
فهذا الشيء زين يعني موجود. بحال بعد ما اعطاني يعني حد ما يتحط للامانه يعني، بس انه نطاني هاي وكتبوا سعر الجنطه وهاي يعني على الاغلب راح يصير هيك. والله بعدها نزلنا بالمطار، المطار اللي تنزل بهاي الطياره هم نقدر نقول من الايجابيات المطار حلو وكبير جدا يعني. المطار انا صورت يعني ما اقدر اتصور كله يعني، جيت كلش تعبان وهاي. فحجزت الطياره الفجر وصلت موسكو ما كنت نايم، فصورت اللي اقدر اصور لكم اياه من المطار وشويه شو روحوا للطلاب الجدد. المطار بمطاعم بيها يعني حلو المطار. فهذا فهسه بشكل عام هل انصح بالايروفلوت؟ صراحة طيران داخلي يعني ما يعني ممكن تحصل البابيدا ذلك اتب نص السعر، تلقى بابيدا جدا رخيصة صحيح مو طيارة ذيك المشنو بس جدا رخيصة. الاسفن السفن بيها سالفة شنو؟ الاسفن البزنس كلاس بيها حاحكي لكم اسوي لكم فيديو خاص عن هذا الشيء، شلون تحجز البزنس كلاس باقل من ربع السعر. طبعا الايرفلوت البزنس وارد جدا غالي فوق ال $1000، تقدر بهاي الطريقه تحجز $230، والاسفن مجرد تدفع حوالي $60 او 65 دولار وتقدر تصعد الزياده، تقدر تصعد البزنس كلاس. بس شلون؟ انتظروا الفيديو خليكم مشتركين. الاسفن بهاي الشغله البابيدا وهاي المعلومه يعني هذا كل التفاصيل، فتريد تجربها جربها بس عندك خيارات ثانيه ارخص وهم مو خاصه. فما انصح بها انه فقط شيء واو بالطيران الطيران، بس انه التزامها بالمواعيد هذا اكثر شيء يميزها. هاي كل الاشياء عن خطوط الطيران، طولت عليكم، اترككم مع الفيديوهات بالطياره حتى تشوفون نفسكم الطياره من الداخل والطياره من الطير وهاي الشغلات. فتابعوا، مع السلامه. هاي موقع للبزنس كلاس، هاي موقع للإيكونومي. طبعاً كنتم أريد أحاول على البزنس كلاس، طاني تخفيض كلش كبير عليها، فقلت ظليت أحاول ما أحاول أحاول ما أحاول أحاول ما أحاول، قلت يلا ما تسوى هي ساعتين. شوية